شهد متحف المرتاج الوطني بسان بطرسبرغ الروسية افتتاح معرض في أرض دلمون حيث تشرق الشمس، الذي ينقل كنوزا أثرية من مقتنيات متحف البحرين الوطني من الألفية الثالثة وحتى الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وعدد من كبار المسؤولين القائمين على قطاعات الثقافة والمتاحف في روسيا الاتحادية ومجموعة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والأعلامية. وأكدت معالي الشيخة مي على أهمية مشاركة العالم بما تحمله أرض دلمون من كنوز وقطع أثرية ذات دلالات تاريخية تعود لحقبة مهمة وحضارة استوطنت الجزيرة منذ آلاف السنين، كما عبرت معاليها عن اعتزازها بمستوى التعاون الثقافي القائم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ومتحف الأمرتاج الذي يأتي ضمن في أرض دلمون حيث تشرق الشمس نتاجا له. وتضم المعروضات مجموعة من المقتنيات الدائمة التابعة لمتحف البحرين الوطني، وتتضمن بعضا من أهم القطع الأثرية التي تم التنقيب عنها والعثور عليها على مدى 60 سنة من العمل الميداني الأثري في البحرين. وقد تم اختيار القطعة الأثرية المتميزة التي يعرض بعضها لأول مرة لإبراز قصة قرون طويلة من التجارة المزدهرة والسيادة الثقافية. دلمون هي رمز للبحرين، وهي ما نحاول أن نعرف به مملكة البحرين لكي نقول أنها مملكة ضاربة في عمقها التاريخي، وأن هناك الكثير مما يستحق أن نعرف به وأن نجذب سياحة ثقافية نوعية إلى مملكتنا. فرصة لنا لكي نروج للبحرين ولكي نفتح نوافذنا على العالم أجمع. هذا المعرض هو تجربة غنية جميلة، نشكر على كل القائمين في متحف الأرميتاج وأولهم البروفيسور ميخائيل بتروسكي الذي يسر كل الأمور لكي يأتي المعرض بهذه الصورة. أكثر من سعداء بأن نعرف بالبحرين وأن نأتي بآثارها، خاصة وأننا هذا العام نحتفل بعام نطلق عليه آثارنا انحكت، فحكاية دلمون نحكيها هنا في متحف الأرميتاج. إنه دليل مدهش من العولمة والذي حدث في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وهو يبين لنا مدى قرب العلاقات بين المدن القديمة والدول الحديثة، وفي رأيي إنه برهان مدهش من العالم في الزمن القديم. بحثت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة الثقافة والآثار في البحرين مع مدير المتحف اليوم في التعاون في عدة مجالات من خلال تبادل الزيارات وتبادل المقتنيات وأيضا تنظيم بعض المحاضرات والورش المشتركة، وأعتقد أن هذا سينعكس على البلدين لأنهم سيتبادلوا الخبرات. روسيا لديها خبرة عريقة في مجال المحافظة على الآثار والتاريخ، ونحن أيضا في البحرين سباقون كنا في منطقة الخليج في المحافظة وتقديم الآثار. البعثات الاستكشافية بدأت منذ أكثر من نصف قرن في البحرين،